Assalamualaikum. Jom sama-sama kita belajar hari dengan Kad Pintar ini. Jangan lupa bersama dengan Ustazah Ayu Ayub di dalam channel Ustazah Ayu Ayub. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng dan notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayau saudara sulakum al-watan arabiya bisaf thalith tahta al-mawdu الوقت كالذهب. إن شاء الله سأدرس لكم ثلاثة الكلمات يعني اليوم أمس وغدا. اليوم هذه إني أمس سمعلم غدا إسو. أبنائي الطلاب والطالبات إن شاء الله سأستخدم هذه بالطاقة لأدرسكم إن شاء الله سيأكن menggunakan kad ini untuk mengajar antum tiga kalimah tersebut. قبل نعرف ثلاثة الكلمات هيا نرجع إلى الأيام في الأسبوع. الأول الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة والسبت. مرة أخرى الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة والسبت. طيب هيا هيا نرجع إلى هذه البطاقة. هيا ننظر إلى هذه البطاقة. اسمها سبعة أيام في الأسبوع. سبعة أيام في الأسبوع. انظر إلى الأيام. الأيام من الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الخميس الجمعة السبت. وفي فوقها موجود الكلمة اليوم أمس وغدا. طيب هيا ننظر. لو اليوم يوم الخميس أمس يوم الأربعاء وغدا يوم الجمعة. ممتاز. اختر. طيب اليوم يوم الثلاثاء أمس يوم الاثنين وغدا يوم الأربعاء. فهمتم؟ اختر. طيب أمس يوم الجمعة. ما هذا اليوم؟ ممتاز. اليوم يوم السبت وغدا يوم الأحد. اليوم أمس غدا. لو هذا اليوم يوم الجمعة أمس يوم الخميس وغدا يوم السبت. ننظر. لو اليوم يوم الاثنين أمس يوم الأحد وغدا يوم الثلاثاء. اليوم يوم الخميس أمس يوم الأربعاء وغدا يوم الجمعة. لو أمس يوم الثلاثاء
ما هذا اليوم؟ ممتاز، اليوم يوم الأربعاء. لو غدا يوم الجمعة، ما هذا اليوم؟ طيب، اليوم يوم الخميس. شكرا على انتباهكم، مع السلامة وإلى اللقاء.